واحتضنت المؤتمر التاسع في 12 أبريل 1984. أحبنا الله تعالى إذ نحن شاهدين ومرافقين لتمديد الشعلة التي ظهرت في 19 مايو 1956، والتي حافظنا عليها كطلبة لنستلمها للمادة الخامة الموجودة بين أيدينا وهم طلباء اليوم. نحيي هذه الذكرى اليوم، وفي كل مرة نستلهم منها دروس الشجاعة والتضحية من أجل هذا الوطن الغالي، تضحية تجلت في ترك مقاعد الدراسة والانخراط في الكفاح المسلح الذي تعزز بكفاءات علمية كانت سنداً قوياً ومؤزراً للثورة التحريرية. الطالب الجزائري اليوم يعيش نعيماً، والحمد لله، يعني الدولة الجزائرية مش مفرطة. اليوم عدد الطلبة الجزائريين قرابة 1.5 مليون طالب، وهو ما يساوي عدد الشهداء الجزائريين. إن شاء الله الطالب الجزائري يكون في المستقبل خير سلف لخير سلف، إن شاء الله نكون إطارة المستقبل.